انظر للأسفل. هذا ليس والدي، إنه فقط انعكاسي. لا، انظر جيدا. رأيت؟ إنه يعيش بداخلك. نسيتني. مستحيل، كيف أنساك؟ لقد نسيت من أنت، ولهذا نسيتني. انظر داخلك يا سيمبا، أنت أفضل مما توقعت. عليك استرداد مكانك في دائرة الحياة. كيف أسترد مكاني؟ لم أعد كما كنت. فقط تذكر من أنت. أنت ابن الملك، الملك الحقيقي. تذكر من أنت. لا، أرجوك لا تتركني. تذكر أبي. تذكر. لا تتركني. تذكر. ما هذا؟ الطقس به غريب جدا، أليس كذلك؟ أجل، الرياح غيرت وجهتها. أجل، التغيير جيد. نعم، لكن ليس سهلا. أعرف ما يجب فعله، لكن العودة تعني مواجهة الماضي الذي هربت منه لوقت طويل. أعو رأسي، لما فعلت هذا؟ انسى هذا، إنه من الماضي. نعم، لكنها مؤلمة. نعم، الماضي قد يكون مؤلما، لكن من وجهة نظري إما أن تهرب منه أو تتعلم منه. ها، أرأيت؟ ما الذي ستفعله؟ أولاً سأخذ عصاك. لا 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 لا، إلا العصا. أنت أين ستذهب؟ سوف أعود. رائع، هيا ابتعد عن هنا.